دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية لكل يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله زيدا الحظ مويتي كل الأبراج الفلكية. في جملة عنا برج الحمل، نهاية الأسبوع هذا للخير والطاقات الحلوة، الثور رزقه يبين، هي فرحة على سعادة، والأسبوع الجاي استنى مفاجأة. الجوزة شوية وقت وتتحسن الأحوال، راكم داخلين على أيامات زينة. السرطان فما راحة استقرار، والحمد لله زيدا راهو الحب باش ينور حياتكم. وهي نصيحة حال الأسد، مش مرة ولا اثنين أحكينا وقلنا اللي كثرة الاندفاع راهو عندها عواقب مش باهية، قلنا لكم قبل وميساج، خلينا نزيدو نعودوها اليوم. فكروا مليح وركزوا قبل أي ردة فعل، عكس العذراء كلكم طاقات إيجابية، ثقة كبيرة اللي غدوة أحلى وأحلى. واليوم بالذات عنا برج الميزان، ما تخليش فضلك كل علاقة تدهور بعد ما عملت إفار باش تنجحها، ردوا بالكم لا تخليو هيك الأحداث السلبية اللي دايرة بيك مهنيا تأثر على حياتكم الشخصية. إلى عقرب، نهاية الأسبوع هذا وبداية الأسبوع الجاي، هو نحن رانا نحكيه على أوت بصفة عامة للحلول للمفاجآت الزينة. القوس قدرة كبيرة على اتخاذ القرارات، كيف كيف زاد برج الجد راهم ما يتيحوش يحلوا مشاكلهم، فاهمين رواحهم اش يعملوا وشنو يحبوا. الدلو راهو يكون باش يكون للعائلة للأحباب، راهو فما برشا راحة نفسية تنسيكم فيك تعب الأيامات، وبالوقت إن شاء الله يا رب نحن ديما نقولوا تتحل الازمات. ونختموا مع الحوت، واخيرا يا حوت راهو عندكم الفلوس، نحكيوا على مكاسب ماليه ليك انت بالذات يا حوت، راكم باش تعيشوا كالراحه، تخرجوا زاده من القلق من الفده، وان شاء الله يا ربي كل الابراج تتمتع برشا فيلز. دقيقه حل مع فاطمه عبد الرحيم.